جامعة الملك فيصل، مدينة العلم في واحة الأحساء. نرحب بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونقول له أهلا وسهلا بك في المنطقة الشرقية. بخصوص هذه المناسبة السعيدة لقدوم سيدي خادم الحرمين الشريفين إلى مدينة الأحساء، هذا شرف كبير لنا جدا. في الحقيقة نسعد برؤية الملك سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. طبعا زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله إلى حسانة الغالية ولمنطقتنا المنطقة الشرقية فخر لنا، ويعني وشيء نعتز به في حسانة أو في المنطقة الشرقية. حقيقة نتشرف بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية، والمشاعر لا توصف.